الشخصين دول بيروحوا للناس اللي ماشيين في حالهم ويرموا لهم مسدس ميه عشان يرشوا بعض. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم احمد بدر من قناة المتواضع، القناة اللي بقدم لكم عليها اغرب واحسن واكتر المقاطع المنتشرة على الانترنت في خلال الوقت الحالي. نبدأ بأول فيديو معانا النهاردة. دول مجموعة من محترفين مشاهد القتال في الافلام بيتدربوا على مشهد من المشاهد. الفيديو ده اللي طوله 23 ثانية بيورينا كمية الطيارات اللي بتهبط في مطار سان فرانسيسكو خلال 4 ساعات. الرجل ده كان بيعبر لعبة من احد اخطر الالعاب المخاطرة في احد احدى حدائق الصين، والمفروض ان حبل الامان مربوط فيه، لكن بعد ما عدى الجسر اتفاجئ ان الحبل كان مفكوك وانه لو كان وقع كان هيروح فيها. الرجل ده نسي يقفل باب جراج بيته، ومن الواضح ان عصابة من القطط قرروا ان هم يخلوه مكان اجتماعهم الرسمي. الواد ده فضل يعمل مقلب في الراجل الضخم دوت لحد ما خلاه يفقد اعصابه. دي لقطة من مسابقة بيعملوها للكهربائيين وبيتسابقوا فيها على مين يخلص الشغل أسرع وبشكل احترافي أكتر. الطريقة اللي وقفت بيها عربية الشرطة دي طريقة عجيبة جدا. الشخص ده عنده مهارة رهيبة بالتحكم بالكرة وحركات الفريستايل. الشخصين دول بيروحوا للناس اللي ماشيين في حالهم ويرموا لهم مسدس مية عشان يرشوا بعض. كده نهاية الفيديو. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واتفرجوا على الفيديوهات اللي قبل كده اللي ظاهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة. وشكرا لكم على المتابعة. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.